انت راجل مش ورايا ليه؟ انا معاك. ايه؟ انا وراك يا فندم. انت نسيت انت جاي هنا ليه؟ يا فندم انا كنت هعرف خلاص بيجيب الطوابع دي منين؟ ليه ابوها دخل؟ احمد ربنا ان الراجل دخل في الوقت المناسب بدل ما كانت تعمل لك قضيه اثبات نسب. نسب؟ هاي بيسو. يلا يا وطي ياخد وقته. ايه ده ايه ده؟ ايه دول؟ ايه دول؟ دول زمايلي زمايلي يا فندم. نسب ايه بس يا فندم؟ احنا ما فيش بينا الا كل خير. ركز في شغلك، الراجل كان رايح يقابل وزير الداخليه، فاهم؟ فاهم فاهم يا فندم. النهارده العيال هيتجمعوا في فقر ويضربوا فيه مخدرات. انا عندي احساس ان النهارده همسك خيط مهم في القضيه يا فندم. ياك تتكعبل فيه وتتكسر رقبتك. ما ده بقى خاله. انا مش خالك يا اخي. ايوه صح، انت قريب اختي، انا قريب اختك، قريبك انت. قريب. امشي امشي، ده هيشلني يا خال. بس من فضلك. داخل واحد صاحبي جوه. طب ايه باب المحفظه يا ياض؟ ما بشيلش محافظ. طب ايه العجاز نص ساعه وقت القبايه؟ انتوا بقى عليكم عاملين دماغ واسخه، بس اوعى تسوق فيها يا ياض، انت بتكلم ظابط. بقول لك ايه؟ ها؟ انا بقى وزير الداخليه. تبان عليك هتبوظ الدماغ اللي احنا عاملينها. اقلب باب المحفظه لحسن غزك. ايه ده؟ انت معاه معاه ماتو بجد؟ ايه ده؟ انت ظابط بجد يا هلا؟ الله ينور يا سعادة الباشا. أنا هعترف لك يا باشا، اتفضل. أدي المخدرات اللي كنت بحطها في دواليب العيال، هي دي الحاجات اللي كنت بسرقها منها. مبادئ إدارة أعمال، مقدمة في علم الإحصاء. إيه يا بنت، ده حرامية مثقفة؟ فين المخدرات؟ برضو يا باشا كتر خيرك، أنا كنت بذاكر فيهم. بذاكر فيهم؟ نبي انت شكلك لبط وهتتعبيني معاكي قوي. طب عشان تصدق ادي الكارنيه بتاعي، انا في كليه تجاره. الكارنيه ده مضروب. الله يسامحك يا باشا. انا بشتمك باهلك، بقولك الكارنيه مضروب، مالك؟ حضرتك عارف ان اقل كتاب من دول يجي ب 50-60 جنيه، وانا هجيب منين يعني؟ بقولك ايه، انت هتقعدي تقولي لامي تعبانه وبجري على اخواتي، ما تجيبي من الاخر يا بت. يا باشا كل الحكايه ان انا بنت عندها طموح وبجري على اخواتي، تفتكر لازم تقبض عليا عشان عندي طموح يا باشا؟ طيب خلاص خلاص يا باشا، والله العظيم انا ما اقدر اجيب سيره لحد، انا مش قد حضرتك. بص يا باشا، انا هساعدك بس مش عشان خايفه منك ولا عشان عايزه منك حاجه، انا هساعدك لان ده الصح. العيال ولاد الاغنياء دول اصلهم مش مقدرين النعمه اللي هم فيها، اللي غيرهم بيحلم بربعها. في حد شيوعي يفعلك يا بت؟ اكلمها على الجامعه والمخدرات اللي فيها، تقول لي محاضره في الحقد الطبقي. بقول لك يا بت، انا مش عايز لماضه، من بكره تفتحي عينيكي في الجامعه، دبه النمله توصلني. ربنا يسهل يا باشا. خد يا بت، تعالي هنا. معاك فلوس؟ مستوره والحمد لله. طب هاتي 10 جنيه. بهزر معاك. خدي دول. برضو حضرتك مصمم تضايقني؟ ازاي؟ افتح ايدك افتح ايدك، اعمل دماغ. استني هنا. ايه ده طابع؟ حطه هنا واربط دي. انا اصلي جاي مش عايز طابع ولا جوينت، سيبك من ده. انت ماشي بضرب مخدرات؟
يبقى انت لسه زعلان من اللي عمله ابويا. ده انا اللي قلقت عليك. قلقت عليا انا؟ ليه؟ يعني الموقف قدام الناس وابوك وامك يعني. لا الموقف ده عادي، الموقف ده بيتكرر كتير، انا واخده على كده. انا افتكرش اصلا ابويا بتيوم في البيت. انت عارفه بس يوم انا علاقتي بابويا كده مش زي علاقه ابو وبنته، بس كده احسن. خديني بخرج بعمل اللي انا عايزاه، بشرب. طب وماما؟ ماما مالها ماما؟ دي ماما دي زي السكر، ماما دي انا وهي موبايلات على طول. تصحى من النوم تديني موبايل، تخش تنام تديني موبايل، وانا برضو بديها موبايلات يعني. وبعدين بقول لك انت هتطير شويه الدماغ اللي انا عاملاها. طب ولع لي. ايه يا بسيوني واقف كده يعني ما بتضربش ولا انت عامل دماغ لفت؟ لفت؟ لا انا تقدر تقول يعني دماغ الطوابع والحاجات دي، دماغ فافي تنفعنيش. انا احب يا بيه اظبط دماغي كده في مكان خاص واجيلك فريش. دماغ بلدي. بلدي؟ الله يا بسيوني نفسي اجرب الدماغ البلدي دي. خلاص احنا بكره عندك. يا مايا الحمزه دماغنا بكره عند بسيوني. يا ست استني، ولا انت رجعت في رايك؟ لا رجع ايه يا جماعه؟ حصل بسيوني بكره عازمنا عنده على دماغ بلدي. بكره بلدي قشطه يا مايا. انت بسيوني؟ لا 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 خلاص مش هينفع. يلا نروح دلوقتي. يا انت فرعش حد يا ستي بتقول لك بكره انت حاولي على نفس الزمن عندها باظ يا عمي. يلا انت راخد يلا رتب وهو من هنا يلا هات من هنا. ده مش تقرير ضابط، ده تقرير اخصائي اجتماعي. الكلام ده تروح تقوله في هندسة عتاد. يا فندم يا فندم اقرا التقرير بتمعن. قريته قريته. حبه؟ حبيته. من قلبك؟ حبيته يا فندم. اها بحبك. مش بحبك. من قلبك بحبك. لا كده مش من قلبك. بحبك في ايه هالظابط؟ انا مالي وما ظروف العيال العائلية؟ انا هتبناهم، انا ما تهمنيش ظروفهم، انا كل يهمني المخدرات. فين المخدرات يا هالظابط؟ فين المخدرات؟ اتفضل. يا نهارك اسود ومنيل، ايه اللي انت شايله ده؟ فرش. فرش؟ فرش حشيش يا فندم، مالك تسيبها وخدها يوم السبت. نعم؟ لو مش فاضي السبت خدها لحد، امان يعني. شكلك هيحبسنا الاثنين الصبح. ايه ده؟ يا فندم ده اللي هيوصلنا طريق المخدرات، توليفه عاملها عند العطار كده. وعملت كده ليه؟ اللي ليه اتزنقت؟ العيال اتورطت معاهم يعني وعايزين يعملوا دماغ بلدي وعلى حسابي، فتصرفت. انت اتجننت؟ بقى بدل ما تعرف العيال دي بيجيب المخدرات منين تشتغل لهم انت تاجر مخدرات؟ وبعدين العيال المدمنين دول هيأثر فيهم شغل العطارين اللي انت عامله الفالسو ده؟ يا فندم ده مفعوله كده. استنى مفعول ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه؟ ده انا لافف لك جوينت الصباحه. مين؟ فلتر كرتون عريق اول ما تصحى ولح. انا ما بشربش الحاجات دي يا فندم. اسمع مني، ما بشربش الحاجات دي. هولعه لك انا. انت ثابت يا هالظابط بتاع ليه ما تولعش في بيتي ابدا؟ انا هحولك للتحقيق فورا يا فندم. انا هوريك شغلك. الكسفه اللي انت فيها يا حازم. حازم هوبت ايه؟ في ايه يا حازم؟ معلش يا بيه، اصل انا سمعت بسيوني بيزعق فقلت يمكن بيزعق لحضرتك فاندفعت يعني. لا ابدا، احنا كنا بنشتغل انا وبسيوني. خلي بسيوني الحرس ده رجعه المكتب عشان نبقى نعدمه. ها؟ عشان نعدمه. انت بتعمل كده ليه؟ بتعمل كده ليه؟ مش فاهمك. علشان هخنقه قبل ما اعدمه. آه. عشان مش عاوز يفهم الحرس. ايوه علشان هنعدم. ايوه لفيت لك منه الصباحه. ايوه ابو كرتونه. اه كده هضربه بالنار قبل ما اعدمه. تعال ورايا الحرس. ايوه تعال ورايا. حاضر. ما تشنقوه احسن يا باشا. انا مش هستنى نتيجه التحقيق، انا هضربك بالنار. يا فندم يا فندم افهمني، ما قداميش حل تاني، لازم اعمل الحفله عند سعادتك هنا في البيت. ده انا لو مراتي عرفت هتذبحني. يا فندم عشان المهمه دي تنجح انا عايز قلبك يبقى قلب اسد مغربش تفوت في الحديد. مش ده كلام سعادتك اللي قلته لي؟ وانا لا يمكن اسمح لك انك تحول بيتي لجرسونيره. البيت ده اللي عمره ما دخلت فيه واحده ست غير مراتي والشغاله واحيانا حماتي. ده لو اعتبرت ان دول ستات جاي بعد العمر ده كله تدنسوا انت. خلاص يا فندم مفيش مشكله، انا هطلع السيد مساعد الوزير احطه في الصوره وافهمه ان المهمه بتبوظ عشان سعادتك مش متعاون معايا.
اعلى ما في خيلك اركبه. يا عيني يا لا لا يا لا لا يا حسومه. ده حازم. امال هيكون عمرو؟ عمرو شارب اصطباحتك الجركة ابو كرتون يا فندم. الاصطباحه اللي عاملها لك بتاعه العريق دي يعني كان زماني انا بطرحه. فندم النبي يا فندم اعمل معروف بقى، خلينا نجيب الاولاد هنا ونعمل الحفله. هتفضل انت بتقوله ده لا يمكن يحصل الا على جثتي. كده العيال هياخدوا بالهم بره. يا ريت يا اخي ياخدوا بالهم، ويا ريت يكون عندهم دم وياخدوا بعضهم ويمشوا. هي دي الحفله اللي عدايه جايب لي كهارب ومزمار بلدي؟ قول لي لها حفله طهور يا سيباسيوني. ده انت ناقص تجيب لي حصان في البيت. والله دورت ما لقيتش ولا حصان. ده انا كنت اضربك بالنار. انت هو حصان في بيتي؟ انت مجنون يا فندم. معلش عشان انت نسيت احنا في مهمه يا باشا. ملعون ابو دي مهمه. تتفق. بقول لك يا جرع انت بس يوني ولا زفت. بفكرك قبل الساعة 12 تكون مسرب الكلاب الضالة بتاعتك دي من هنا. 12 ما نلحقش، نبقى لسه فكرة الساحر. ساحر؟ ايوه. لو انت هتجيب لي ساحر كمان، ساحر هنا في بيتي فندم. انا اللي هعمل لك ساحر واخد عينيك في ايديا. انت مجنون يا سيباسيوني ساحر. فندم بص، شايف العيال مسجلين بره على الاخر والخلطة ماشية زي الفل عشان خاطر يا فندم. هم دول عيال، دول عيال سفلة جايين. انت بتلمزني ليه؟ زي يوم الحرز جايين. وازيك يا ابو العزايم؟ وايه القمصان دي المسخره؟ ميه وبحر يا راجل، ده احنا بردنا يا راجل. ايه بس يوني سايبيننا واقفين هنا ليه بقى؟ سايبينكم معقوله؟ ده انا كنت بتكلم مع عزمي في موضوع كده. يا جماعه هاف فن، البيت بيتكم، خدوا راحتكم، كسروا الحيطان، اعملوا اللي نفسكم فيه. انا كنت خايفه يعني لا يكون القبطان عزمي بيه يعني متضايق من وجودنا ولا حاجه. القبطان عزمي بيه؟ لا لا يا جماعه، احنا نشيل الكلفه بقى. قولوا له يا واد يا عزمي، يا ابو العزايم يا زوجة. عزمي ده راجل هلاس طول عمره ويحب الهلس، مش كده ولا ايه؟ طبعا ده هفن 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 هفن. طب على اذنك بقى يا عزمي باشا، انا وانجي عايزين نقول كلمتين كده على جنب. ها طيب، وهتسيبني هنا لوحدي؟ اسيبك ايه؟ مايا خدي راحتك على الاخر. طب واخده راحتك يا مايا على الاخر. روحي هفن هفن، روحي هفن. هفن معاهم يا القبطان. عاوزه ايه؟ انا خلاص قررت تعلمني الغطس، يلا غطسني غطوسه. ايوه مفيش انابيب تشيل الحجم ده، هحاول اشوف لك فنطاس يقدر يشيل ان شاء الله. لا انا عايزه اغطس دلوقتي. فين؟ هنا؟ ايوه في الشقه. عاوز تغطسي في الشقه؟ يعني انا مش هغطس. كسرت المكتب. الله، حلو قوي الجو ده يا بسيوني. انا فعلا كنت محتاجه تغيير. يعني هو ده التغيير من وجهه نظرك؟ اوف كورس، واحد يعني لازم كل فتره كده يغير من موده، يعني يعمل كده حاجه اورينتال عشان ما يزهقش. بس على فكره يعني التغيير ممكن يبقى مش من بره بس. بس يوني انت عمرك حبيت بجد؟ هو في حب بجد وحب كده؟ طبعا الحب اللي بجد هو اللي يستاهل ان الواحد يتغير علشانه.
فوزي يا مسافر وعامل حفله بس حازم جالك على غفله. ما تفهمش غلط، انا بعمل كل ده عشان مصلحتك ومصلحه اختك صدقني. مصدقك طبعا يا بيه، بس انت المره دي فرطه منك جامد يا بيه. مش لما انت ليك في النظام ده تقول لي برضه حازم حازم حبيبك. نظام ايه؟ هظبطك. انت فاهم غلط. على العموم بص يا حازم، انا هشرح لك كل حاجه بعدين. تشرح لي ايه يا باشا بلبس الالعاب اللي انت لابسه ده ساعات؟ حلو طبعا يا باشا، ماشي مع الشبكه اللي بره. شبكه ايه؟ الشبكه يا باشا اللي بره يا باشا، عشان كده حضرتك حاططني في الاداب عشان اتستر على جرايمك. يا بجم افهم، انا فعلا ابتديت اجراءات نقلك، بس انت ساعدني. نقل ايه يا ابي وتكلفه ايه؟ كنت مثل الاعلى وخلاص انهارت يا سفاح الاندر ايدج. اخرس ولد حازم. عزمي عزمي حبيبي وحشتني. عزمي انت نمت ولا ايه؟ روحي دلوقتي، روحي دلوقتي. ما وحشتكش يا حبيبي. وحشتني بس. ايه ده؟ فظيعه فظيعه. اوضتك دي؟ ها اوضتك. ايوه سريرك. ايوه سريرك ده. والحافي بجد. ايوه بجد يا عزمي. أيوه. وحشتني موت يا حبيبي. وحشتني بس روحي دلوقتي. بعدين بقولك يا عزمي. نعم. الجو ده ما بيصيرش جواك اي مشاعر ناحيتي. مين دي يا عم المثير؟ دي مجموعه من الاندر ايج جايه تسلم عليا. ربنا يوفقك يا باشا. نعم. طول عمر الاولاد معايا بتاكل، شكل الشايب كده هو اللي هيقش. طيب بعدين اقش ازاي وفي جوكر واقف وراكي؟ ايه ده؟ مين ده؟ انا ناجي صاحب عزمي، كنت معاه في الفصل. مش معقول.